هناخد ال infectional affixes. يقول write the morpheme symbol، اكتبي لي الرمز المورفيم اللي هن ذن رموز المورفيم، السبيولر، اس الجمع، اس الشخص الثالث، اس الثيرد بيرسون اي ان جي الفيرب، كذلك النيمد اوف ايتش انفليكشن سفوز، كذلك الاسم اللواحق التصريفية. شنو لواحق تصريفية؟ اضافات تنضاف على الافعال تغيرها، مثلا من حاضر الى ماضي، من مفرد الى جمع، مثلا اس الجمع، اس التملك انه هذا الشخص يملك هذا الشيء، اي ان جي زمن المضارع المستمر. فهي هاي اللي يسموها الانفليكشنال افكسز، اضافات مو بس تضيفيها انه تغير الكلمه، لا يسموها تصريفيه. يعني هاي مو مثلا مقطع اضافي، مثلا اكو مقطع مثلا شن، هذه يسموه الدرفيشنال، جندر فيشنال، هذا ما يغير بالكلمة، مو تصريفة، بس يحولها من صفة إلى اسم، لكن هاي يسموها تصريفية، تحول تصريف الأفعال من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، فيسموها الانفليكشنال تصريفية. عندنا الفلاج بول stood in front of mean hell، القاعة، العلم في القاعة الرئيسية. stood هو فعل ماضي، ماضي، اذا هذا شنو الزمن مالته؟ تقولين الباست تنس، دي باست تنس، وتكتبين هنا لان يرد الاسم مو بس الرمز، تقولين باست تنس اسم الزمن الماضي. عندنا هنا فور بليجز، المراد انه الاسم اللي ورا الرقم، من انطاك رقم يعني هذا اسم مو فعل، لو ما منطيش اسم كان قلنا لو ما منطيش رقم كان قلنا هذا فعل، مثلا اذا حطلش هنا فاعل وفعل، بس هنا من حطلش رقم يعني هذا اسم، والاسماء اذا نحط لها اس راح يصير اسمها اس الجمع، اس بيولر نون اسم مجموع. تشيرلي بليتشز، هاي مو اسم، هاي شلون عرفتيها اسم؟ لان قدامها رقم فور. هاي شلون عرفتيها فعل؟ لان قدامها فاعل. تشارلي شنو ضميرها؟ شي، شي، لان الافعال الجمله تتكون من فاعل والفعل، اذا كان هنا فاعل يعني هنا فعل، يعني هذا مو اسم. بليتشز، بليتشز، تشارلي تعالت، تشارلي بليتش، تشارلي بليتش، هاي اس يسموها، اذا الافعال نحط لها اس يسموها اس الشخص الثالث، تجي فقط ويا الهي والشي والات، وشارلي ضميرها شي، فتقولين اس بيرسون ثيرد، اس الشخص الثالث. عندنا ذا اسم وفعل، شلون عرفتي اسم؟ قبل ذا، دكتورة ايمان قالت اذا قبل ذا يعني اسم، فهذه الاسماء اذا حطيها اس وياها فارزه يعني اس وحدها، اذا اس وحدها نقول هذا اسم، لكن اذا اس فوقها فارزه هذا نقول عليه اس التملك، زين اذا قبل فارزه تملك للمفرد، اذا ورا الفارزه تملك للجمع، نقول ذا بليتشز شيرد وستورد، القمصان، القميص التعهد انشق او تمزق، فبليتش شيرت هذا اس التملك للمفرد، اس سنجولر بوسيسيف، بوسيسيف يعني تملك، فليش مو للجمع ليش للمفرد؟ لان عندي شيرت، شيرت واحد، لكن هنا عندي شيرت جمع قمصان، فشنو نحط الفارزة ورا الاس؟ The pledge صارت تعهدات، هنا تعهد مفرد، هنا تعهدات جمع، اسم جمع، لكن شنو حطينا له؟ اس التملك للجمع، لان شنو عندنا الاسم الورا جمع مو مفرد، شيرت قمصان التعهدات تمزقت، فتقولين اس بيولر للبوسيسيف، عرفتي؟ اس التملك للجمع. عندنا we were discussed